بون اسلام بو خاتم من مواليد 18/9/1991، لاعب شباب براقي الجزائري، حارس مرمى. نعم حارس مرمى شباب براقي، ونلعب ثاني توسي بنيميرو فوالا بنيميرو 16 توسي على جال ثاني. يعني كنت شغل كيما نقولوا كنت مغروم بحارس مرمى، يعني دوك اللي راهو حارس مرمى مدرب حراس في مجامع البترولي، وعلى جال يوسي على جال ماجد حمزة، يعني لاعب حارس مرمى المنتخب التونسي وفريق النجم الساحلي. بون يعني قصتي، يعني مي كنت يعني مصنف الاشبال واواسط، يعني كنت نشوف نتفرجوا يعني بطولات عالميه، يعني يحصل لي شرف وسي كنت انا في المجمع البترولي، يعني كنا نجو دي ستاج هنايا في تونس، ولعبنا كنت اللي طوال وكاع، يعني نحب لو ستيل تاعو، يعني ستيل جو تاع ماجد حمزه. يعني انا ليا جو بريفير ماجد حمزه، يعني انا مادابي يعني باش نكون كيما، يعني نكون كيما هو وندير نخدم باش نولي كيما هو في المنتخب الجزائري ان شاء الله. يعني ونحب ثاني توسي، يعني ماذا بيا نتلاقى به ونحكي معاه، ويعني باش يزيد يمد لي دي كونسين، وباش يعني بار ليكسبيرونس تاعو في المنتخب ولا في ليطوال على شامبيون دافريك وعلى الكاس العالم ان شاء الله. يعني انا نتبع بزاف ماجد حمزه، يعني في لي بارات تاعو كاع، يعني مام انا كيما نقول لك، يعني زعما شغل نحب نكون ماجد حمزه، مي شاكان هو عنده ستيل تاعو، مي عندي برشا في دي باراد يعني تشبهوا بماجد حمزه، يعني ما في الجزائر يقولوا لي زعما شغل راك تشبه يعني ماجد حمزه، وانا هذا فخر ليا، يعني باش واحد يقول لي كيما ماجد حمزه، يعني لاعب وحارس ممتاز يعني من طينه الكبار. يعني ميساج حمزه، انا نتمنى له ان شاء الله يعني كل التوفيق يعني في مسيرته في الرياضيه، يعني ونتمنى له كل الخير ان شاء الله. وانا مادا بيا وسي نتلاقى معاه ونحكي معاه وسي، يعني والله ما انا تقلقت عليه لا لو ديرني ماتش هذاك تاع مع ترجي، يعني كيتي راه عليه نتمنى الحمد لله، نقول له الحمد لله كي خرجت سلامات، وان شاء الله نزيدو نشوفوه خير ان شاء الله. شوف على سلامات.